وصلت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. الأهلي يبدو منظما بشكل أكبر من بناء شوط المباراة الأول إلى ركلة مرمى عند السيد شبر هذه المرة. كرة تتحول أمامية للمنتصف. الشيخ الآن يبحث عن حسين سلمان، بل هو يناول كرة سريعة مضت على جيجيه، يحول كرة في الطرف الأيسر سريعة لكيتا، وصلت داود عياد، كرة مضت أمامية، الكرة فيها راية وتسلل، راية وركلة حرة غير مباشرة في الكرة الماضية. في الطرف الأيسر هي لمصلحة الرفاع، ركلة حرة غير مباشرة. هل هذا كل شيء يا أهلي؟ هل هذا كل شيء يا أهلي في هذه المباراة؟ هناك الكثير ربما سيكون في هذا الكلاسيكو. كرة تحولت إلى الأمام إلى أرنس، ماخذ له مكان، وأيضا مطالبة بعرضية في الكرة الماضية. أرنس ماخذ له كرة، المحاولة موجودة، تغطية، والكرة تعود لأرنس، يقاتل عليها بشكل كبير، يمر يطالب بلمسة، ولكن حكم اللقاء يشير إلى الاستمرارية في المحاولة الماضية. كرة تصل الآن بلمسة مرتدة إلى كوميل، ماخذ له مكان بالجانب الأيسر، يناولها بشكل رائع، لكن طالت الكرة، طالت الكرة الماضية على وهي بتمريرة كوميل الأسود، وتحولت إلى رمية جانبية. كرة كانت أهلاوية عند أرنس، كان يطالب فيها بلمسة يد على مقربة من حكم اللقاء نواف شكر الله. الكرة لبشير إلى حسين سلمان. فعلا الأهلي يبدو منظما بشكل أكبر، ولديه الكثير في هذه المباراة من أجل العودة، من أجل إعادة الأمجاد يا أهلاوية. الكرة تتحول الآن إلى حميدان، الكرة عدت إلى رمية جانبية. علي حرم منزعج، فعلا من حقه يزعل على التغطية الماضية، ومن حقه أيضا يكون معصب في اللقطة الماضية. رمية جانبية الآن، الرمية جانبية عالية إلى الأمام داخل منطقة الجزاء لأرنس، يهديها، الكرة مقطوعة لداود. الأهلي أفضل بكثير في شوط المباراة الأول، يدركون تماما أهمية الدقائق الأولى، وهذا الرجل يدرك تماما أهمية الشوط الأول من هذه المباراة. التسديدة الأولى تسفر عن ركلة ركنية لمصلحة النادي الأهلي. الشيخ الآن عند التنفيذ بكرة أهلاوية عالية للأمام داخل المنطقة، شبر يبعدها، والكرة تتحول إلى مجتبى. الكرة لازالت فيها خطورة أهلاوية، الرفاع يتراجع، بينما الداود واقع على أرضية الملعب، صاحب التسديدة الوحيدة الخطيرة من بداية شوط المباراة الأول عند الدقيقة العاشرة من هذا الشوط. عند الدقيقة العاشرة من هذا الشوط كرة إذن فيها رمية جانبية، أو هي كرة إسقاط من حكم اللقاء. والقانون الجديد طبعا كرة الإسقاط تلعب للاعب الأخير اللي كان استلم الكرة وحيدا في الكرة الماضية، وهو حسين سلمان. كرة تتحول إلى العجيمي، يناول كرة بعد ذلك إلى البسلمي، مرة ثانية لحسين سلمان، سلمان يناول كرة طويلة مضت من أمام جيجي، وتحولت إلى السير شبر. السير شبر الآن واصلة إلى منتصف أرضية الملعب. كوميل بشكل خاطئ يتحصل عليها مرة ثانية، كوميل مضت الكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية. رمية جانبية، الكرة مضت من أمام السيد مهدي باقر. الكرة تتحول
في منتصف أرضية الملعب. صالح عداد لحمد شمسان. فواز يناول الكرة إلى كيتا لفواز مرة أخرى. الشيخ يستلمها، مناولة لمهدي حميدان، كرة ما فيها راية، تدخل جي جي وأيضا بشير. جي جي يستلمها بشكل رائع، يحول كرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. هذا جي جي لاعب المالكية، انتقل لهجر السعودي، بعد ذلك عاد لتمثيل الرفاع هنا في الدوري البحريني. كرة وصلت الآن إلى ركلة مرمى عند السيد شبر. عند حارس المرمى سيد شبر الآن. عند تنفيذ ركلة المرمى التعادل السلبي بلا أهداف. كرة عالية أمامية، رأسية تتخلص. تعود مرة ثانية. وصلت إلى الداوود. كرة تتحول، لمسة مرة ثانية. عبد الفتاح، مقطوعة من أمامه. كيتا، الكرة في منتصف أرضية الملعب عند كيتا، يناول الكرة إلى مصلحة الأهلي هذه المرة. نقترب من الربع ساعة الأولى من شوط المباراة الأول، ونتيجة